هالاند ظاهرة، ظاهرة غير مستقرة. ده ممكن يكون لحد دلوقتي هم المدافعين في انجلترا ما قدروش القوة بتاعته. هيبقى زي محمد صلاح في الأول خالص، كان كل مدافعين انجلترا مش مقدرين خطورته على الجون، فهيبتدي هالاند بعد كده يتحاول، فممكن مش تزيد أهدافه، تقل الأهداف بتاعته مع الوقت لحصاره. معدله غير طبيعي، لعيب رهيب، لعيب لو فضل على المستوى ده وعلى الاهداف دي انا بقولها لك من دلوقتي مش بعيد يجيب 60 هدف للدوري الانجليزي بس، يعني خلاه دوري مدارس للاسف، البريمير ليج خلاه دوري مدارس هالاند، ربنا يعينه. بالنسبه اللي هو جابه في كام ماتش 14 هدف على اخر الموسم من 40 ل 50 على الاقل. يعني هيعدي تقريبا 30 هدف تمام؟ وده بالنسبه لنا حاجه وحشه لان هو هيكسر رقم محمد صلاح وكده، ف هو يعني كسر القواعد بتاع الدوري يعني الانجليزي وكده. هالاند الموسم السنه دي عامل موسم كبير جدا. هالاند اتوقع ان هو هيجيب 38 جون، وافتكروا الرقم ده كويس. هالاند يسجل هاتريك تاني في ليفربول، ممكن يسجل فوق ال 40 جون. دي شيء ما كانش حد متوقع له، ان هو كان جاي بيقوله من دوري ضعيف زي ما كانوا بيقولوا، بس هو فينشر يعني ممكن من احسن فينشر في العالم كله. بالنسبه للاهداف اللي الهاتريك اللي جابه امبارح كمان كويس جدا، وفي نفس الوقت انا اتوقع ان هو يعني مش اقل مثلا من 60 70 هدف على نهايه الموسم بالنسبه للمهاجم زي ده. يعني مثلا ممكن نقول من 40 ل 50 في الحدود دي، يعني هو مهاجم يعني قوي جدا، يعني لعيب ممتاز، لياقه بدنيه غير عاديه، عنده فكر عالي وتكتيك عالي، اتوقع له ان هو يبقى هداف الموسم ده. طيب ده كان سؤال السوشيال ميديا، لما رحنا سألنا الناس في الخارج قلنا لهم، أو يعني خارج الاستوديو يعني أو خارج السوشيال ميديا، تعالوا بقى نشوف الناس ردت على هذا التساؤل إزاي، وقالت لك هيحقق كم هدف، هيبقى هاتريك يعني مع مين من الفرق. تعالوا نبدأ بميرو أحمد. ميرو بتقول يعني الليفر أكيد أصدار ليفربول. محمد السويفي بيقول هالاند هيتصاب إصابة كبيرة. ليه كده؟ ليه التوقع ده؟ غالبا مش هيرجع إلى على نهاية الموسم، ده توقع متشائم جدا. أحمد رفعت هيسجل 50 هدف، يمكن برضو حد قال 50 هدف من اللي كانوا في اللقاءات اللي فاتت في التقرير. عمر صلاح هيختم الدوري بـ8 هاتريك، بنتمنى صلاح اللي ينافس على الهداف بإذن الله. وبيدا هيبقى 40 هدف وهيبقى الهداف التاريخي اعتقد، وهيحرز هاتريك تشيلسي وكريستال بالاس. عندك احمد حمزه الشومان بالمستوى ده اكيد في الخمسينيات، في الخمسينات عفوا، الخمسينيات ازاي. ورجب الجمل 47 هدف وهيسجل امام الليفر اكتر من 3. طيب ممكن تعرضوا اكتر وانا بنهي الحلقه، علشان الوقت للاسف قليل جدا بتاع الفقره دي، مش عارفه ليه كده. يعني نتمنى ان شاء الله فقره السوشيال ميديا تاخد وقتها اكتر من كده، احنا ما لحقناش ندخل، بس اعرضوا الاجابات برده عشان محدش يزعل. على كل حال تاني هنرجع نقول هالاند لاعب صاعد محترم جدا، متميز جدا، لو حضراتكم قارنتوه بغيره من اللعيبه النجوم اللي ليها اسامي كبيره جدا دلوقتي، البدايه بتاعته فعلا بداية متفوقة وبداية مختلفة. فعشان كده إن شاء الله نتوقع كمان إن الفترة اللي جاية هيصعد، وممكن كمان يحقق بطولات أكتر من اللي حققها أسماء كبيرة جدا، ممكن ربما زي كريستيانو أو ميسي أو غيره. على كل حال الإجابات معانا، محدش يزعل، الإجابات معانا كده كده هنبص عليها، وكده كده اللي هيكون إجابته إلى حد ما يعني صحيحة أو قريبة شوية من يعني الإجابات الصحيحة، احنا لسه كده كده عندنا موسم طويل، هيبقى فيه هدية في آخر إن شاء الله كل شهر. شكرا لكم لمتابعتنا الحلقة النهاردة، الحلقة كده انتهت، أشوفكم بكرة إن شاء الله وحلقة جديدة، وعشرة الصبح في الأهلي، مع السلامة.